راديو انتن. رجعنا لكم اكيد لبلاتو دنيا دوبامين، وهات نعطيو جينجل فقره علي صوتك. علي صوتك، علي صوتك اليوم مع السيد كمال عويج، الإعلامي والمخرج وصانع المحتوى ومدير مهرجان بانوراما الدولي للفيلم القصير. باش نحكيو معاه على تفاصيل الدورة الجديدة لهذا المهرجان السينمائي اللي باش ينتظم من 7 إلى 11 فيفري 2023 في قاعة الطاهر الشريعة بمدينة الثقافة تونس، العاصمة شارع محمد الخامس. سي كمال، أهلا وسهلا ومرحبا بك. السلام عليكم، تحية ليك وتحية كل مستمعين راديو مصر البركيبة، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، ومبروك بسام على برنامجك الجديد. شكرا لك سي كمال، مبروك أيضا لك أنت نجاح هذا المهرجان في دورته الثامنة. تبارك الله، أنت مؤسس المهرجان هذايا ومديره في الدورات السابقة. المهرجان قاعد ياخو في حظوة كبيرة، قاعد ياخو في صيت كبير واحترام كبير تونسي وخارج تونس. نعم، مهرجان إن شاء الله الحمد لله كثير نجاح متميز في تونس وفي خارج تونس. إن شاء الله الدورة الثامنة سنة جديد، هو مهرجان باش يكون على مدى 5 أيام بعد موش على مدى 3 أيام. كما تعرف بسيط عنده في دورات سابقة عملنا المهرجان لمدة 3 أيام، خيمنا أنه سنة العبيديش أنه نعمل المهرجان على مدة 3 أيام، خمينا المهرجان نكون سنة يعني على 5 أيام. سنة جديد هو بشعمله يعني بفضل فئة جديدة في المهرجان. ذكر إنه المهرجان دعنا نعطيه أفلام روائية قصيرة، أفلام وثائقية قصيرة، أفلام تحريك أنيماسيون، والجديد هو أفلام للطلبة. مع العلم أن الأفلام للطلبة اللي باش نعطيهم في المهرجان دعنا مختلفة، يعني من تونس ومن خارج تونس. بالنسبة للأفلام، عندنا 51 فيلم مشاركة من 23 دولة مشاركة، تونس، الجزائر، المغرب، مصر، لبنان، فلسطين، إيران، فرنسا، يعني عديد من الدول مشاركة في المهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي. سي كمال، يظهر لي حديثك على المهرجان سيطول أكيد، قلنا 23 دولة 51 فيلم، حاجة كبيرة ياسر. أكيد عندك فريق معاك على مستوى التنظيم متاع تظاهرة بالحجم هذايا، تظاهرة سينمائية، ونعرفوا تونس قداش عندها باع وذراع مع المهرجان السينمائية. الفريق اللي يعمل معاك سي كمال من أجل إنجاح الخمس أيام هذوما في الدورة ما بين قلنا ما بين 7 و11 فيفري. الحمد لله، توجه تحية في فريق معنا في المهرجان، فريق يعني سواء على لجنة الانتقاء وعطيت معنا سواء فريق منشور تحية. حبيت أقول بسام أنه تبارك الله في جيبنا يعني في بيت الرشحات امتناها بكري يعني في واحد شويدية، وكما اختمناها حتى 11 سبتمبر 2022. كما من المفروض انه تسكر باب الترشحات حتى 31 اكتوبر، برعنا انه وصلونا اكثر من 2622 مترشحا في المهرجان، حتى الموقع اللي الناس يعني قطعوا الأفلام وكل شيء قالونا الحد الأدنى يعني ذات ليميت يكون حتى 3000 مترشحا. هذيك عليه ما
ما كملناش حتى 31 اكتوبر، لكن 2622 بي برشا بالنسبه لنا لينا احنا، لان حاولت اختي اقبال مميز ونجاح نجاح يعني في تونس وفي خارج تونس. يعطيك الصحة سي كمال، إن شاء الله في مداخلات أخرى، وإن شاء الله باش نغطيو راديويت أف أم باش نكونوا معاك خلال المهرجان، وباش نتابعوك في مراسلات يومية، باش نكونوا معاك يوم بيوم من 7 ل 11 فيفري بإذن الله على موجات راديويت أف أم، وإن شاء الله نعرف رحابة صدرك ستتقبل دعوتنا أكيد، وتعطينا برشا معطيات على كواليس الدورة الثامنة من مهرجان بانوراما الدولي للفيلم القصير. شكرا ليك كمال عويجة. شكرا لك بسين، فقط حاب نقول انه ان شاء الله عنا يعني بما نختم في 30 راديو فيكتور سلمنا عليهم برشا، سلمنا عليهم برشا زملائنا في بلاتين راديو حسنين والمجموعة الكل أكيد. هي بشرة التحية هي إدارة جمعية تورث في تورس كبرى على 2.9 فيب بشارة خلال المهرجان باش نعملوا يعني ندوة صحفية يوميات ونشرة خاصة للمهرجان، إن شاء الله باش تكون إن شاء الله من 6 حتى 12 فيفري 2023 على الفلاتين راديو، باش نجيبوا استضافات مع المخرجين ويكون هناك يعني نشرة ثقافية. أهم مواعيد باش تعطيهم في قاعة شكرا لك كمال عويج، يعطيك ألف صحة، إن شاء الله ملتقانا خلال هذا المهرجان بإذن الله. شكون فيكم يحب فضل شاكر؟ الكلكم تحبوا فضل شاكر.